بما يزيل همومها ويوفر المراد منها. حسب علمي وتتبعي واستقرائي لم يسبقني أحد في هذا الموضوع بالخصوص، لكن توجد بعض الدراسات التي تكلمت عن بعض الجوانب التي تطرقت لها هذه الفروع، ومن ذلك ما قام به الأستاذ الدكتور هاني مطلوب الحمد في كتابه رسم الأسس دراسته اللغوية التاريخية، ومن ذلك ما قام به الدكتور عبد الحارث الماوي في كتابه رسم المصدر ونبضه، ومن ذلك ما قام به الدكتور إدريس مفتاح حمودة في كتابه الدليل الوافي في بعض الرسم القرآني على ما اختاره أبو عمرو الداني، وليس له صلة مباشرة بالفتوح لأنها تبحث الرسم العثماني لمصالح قازان، لكنها قليلا ما تعرضت إلى مقارنة الرسم فيها بمصالح أخرى من بينها نصف ليبيا، ورسالة الدكتور مفتاح حمودة عن نصف ليبيا الذي غالبا ما يرجح رأي الإمام الثاني عند الخلاف. هيكل الأطروحة تتكون الأطروحة من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول تحتها مباحث ومطالب وخاتمة وقائمة المصادر والمراجع. المقدمة بها أهمية البحث وأسبابه وأهداره وأسئلته ودراسات السابقة في موضوعه والخطة، والتمهيد فيه التعريف ببلاد التتار والتاريخ الإسلام فيها والخلاف في تاريخ الدقيق لاعتناق بلغاريا فضل الإسلام، وإن أقرب معطيات الدقة بحسب التسلسل الزمني تشير إلى عام 922 وهو ما استقر عليه رأي أغلب المؤرخين، وأنها كانت زرفلة بالعلم والعلماء، والتواصل العلمي بين علماء التتار مع سائر العلماء في بلاد ما وراء النهر وعالم الإسلام، وتعريف بعلم الرسم وأهم الكتب المصنفة فيه، وتعريف أهم المصطلحات التي وردت في البحث. الفصل الأول نشأة الكتابة العربية ومراحلها، وفيه مبحثان. المبحث الأول في كتابة العربية ومراحلها. ذكرت في هذا البحث اختلاف آراء حول نشأة الكتابة العربية، وخلاصة المسألة أن فيه ثلاثة آراء. الأول أن أصل الكتابة العربية حاليا يرجع إلى الجالية السريانية. الثاني أن الأنبار هو أصل المصدر الكتابة العربية، ثم انتقل منها إلى الحيرة ومنها إلى المناطق الحجازية. الثالث